قام سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية بزيارة تفقدية لمركز غسيل الكلى في منطقة الحنينية، وذلك حرصا من سموه على متابعة المشاريع الخدمية والصحية في نطاق المحافظة الجنوبية. وخلال الزيارة اطلع سمو محافظ المحافظة الجنوبية على عرض مرئي تضمن مراحل تصميم المركز، كما قام سموه بجولة ميدانية طلع خلالها على مرافق المبنى وآخر ما وصلت إليه الأعمال الإنشائية لهذا المشروع الإنساني، والذي سيخدم شريحة كبيرة من أهالي المحافظة الجنوبية مع افتتاحه نهاية العام الحالي. وأكد سموه أن المحافظة الجنوبية حريصة على القيام بالتنسيق المستمر بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة الصحة لكافة الخدمات والمشاريع، مؤكدا سموه أن مركز غسيل الكلى في منطقة الحنينية هو أحد المشاريع الحيوية التي ستسهم في تحقيق جانب صحي مهم لأهالي المحافظة، مشددا سموه في الوقت نفسه على أهمية سرعة إنجاز المشاريع الصحية والعلاجية لتواكب ما تشهده المحافظة الجنوبية من نمو سكاني ونهضة تنموية شاملة، وتحقق ما يتطلع له أهالي المحافظة من رعاية صحية على أعلى المستويات. طبعا حسب توجيهات سيدي سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية بمتابعة جميع المشاريع التي في الحقيقة تقام في المحافظة الجنوبية، وذلك لتقديم كل الخدمات للمواطنين بشكل عام وسكان منطقة الجنوب بشكل خاص، يعني التواجد مع الجهة التي تقام بهذه المشاريع ومتابعتها أول بأول. وفي الحقيقة اليوم يعني شفنا هذا المشروع الضخم اللي في الحقيقة على مساحة 7500 متر مربع، هذا المشروع اللي هو مركز غسيل الكلى اللي في الحقيقة راح تخدم أو راح تخفف الضغط على المستشفيات الموجودة في المملكة في بخصوص اللي هو غسيل الكلى. طبعا هذا المبنى يعني يتكون من دورين فيها جميع المرافق والخدمات، وكذلك أنه في هناك 60 سرير مريض لغسيل الكلى طبعا، وهذا الموقع يحوي على مواقف سيارات بما يقارب 230 موقف سيارة طبعا لزائري هذه المستشفى وللمرضى. وطبعا وجه سموه بمتابعة الجهات المعنية بالإسراع بالانتهاء من هذا المشروع كي يستطيعون المرضى بزيارة هذه المستشفى.